السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ المستوى الأولى إعدادي، مرحبا بكم معنا على قناة الدعم الدراسي مع الأستاذ عبد الله. اليوم غنكون عندنا موعد مع أول دروس ديال الفيزياء والكيمياء في لاماتيير فيزيك شيمي، والموديل هو لاماتيير اللي كيتكلمنا على الماء من حولنا، أو العنوان الفرنسية هو لو دون نوتخ انفيرونمون. غنمرو للعرض ديال الدرس أو الشرائح، نضغط البوان بلا زيرو باش نقدرو نتبعو بيه. دونك الدرس ديالنا كيما قلنا كيتكلم على الماء. إذن عندنا أول حاجة هي واحد لاسيتياسيون بروبليم، هنا لا بلانيت بلو ان سي ابلتون كيما قلنا لا بلانيت بلو أو الكوكب الأزرق، ان سي ابلتون لا تيغ اللي كنسميوه الأرض، كار في دوبوي لاسباس اللي كنشوفوها من الفضاء، l'eau des mers et des océans qui la recouvre aux trois quarts apparaît bleu. Les chemins que vous faites qui valent là, une liste belle qui bira ou le long l'azrak li ou des lumières des bihar ou des mohaytaj. La nasila la nhamu jabu alim khilal al dars. Mais est-ce que là qui toute l'eau de la terre ou des lumières des bihar mohaytaj ou chez les quatre chikl ou les lumières qui n'ont pas le couple ard ou la dne ma sader des lumières autre. Comment se produit la pluie qui est créée par l'eau et où va l'eau de cette pluie? Au fin que tu mets cette lumière, regardez, nous voyons l'eau dans notre environnement. On dirait l'eau autour de nous, donc le milieu autour de nous. Donc, première info, la Terre est souvent appelée planète bleue, qui est marquée par le vert, car l'eau occupe plus de 70% de sa surface. Donc, fait le milieu. ديال البحر والمحيط أو المياه بصفة عامة، فهي كتغطي أكثر من 70% من المساحة ديال الأرض أو ديال كوكب الأرض، ديال كنسموه الكوكب الأزرق. دوزيامون سيغ تيغ 97.2 دو لو سو تخوف إسونسيلمون دون لي مير إي لي زوسيون إي لي سالي، ألوغ كو لو دوس سيتادير لو وي إينو كي نو كونتيان با دو سيل، النسبة 97.2% هي نسبة المياه المانحة للبحار والمحيطات، في حين أن المياه العذبة هي اللي ما فيهاش الملح وما غير مالحة. كون تخوف دون لي لاك اللي كنلقاوها في البحيرات، لي زو سوتيغين في المياه الجوفية، لي كلاص يعني في الجليد أو لا في المناطق المتجمدة، إي دون لاتموسفير نو كونستيتي كو 2.8% دو لو سيغ تيغ. دونك هادو كلهم مياه ديال البحيرات، ديال الانهار، ديال المياه الجوفيه، ديال لي كلاص، والمياه الماء اللي كاين في الجو اولا في الغلاف الجوي، فالنسبه ديالو 2.8%، يعني المياه المالحه فهي كتشكل نسبه كبيره جدا 97.2%، هاد النسب خصنا ما نساوهمش. اخر معلومه، ان انوم اي كونستيتي دو لافيرون دو 60% دو اي ان بورسونتاج بوكو بلي بور لي بلانيت. دونك هنا الانسان بدوره كيتشكل من نسبه الانسان اللي هو حنا، الجسم ديالنا مكون من 70% من الماء، يعني بطبيعة الحال كنقولو ربما النسبة تبان أنها غير صحيحة، ولكن راه الجسم ديالنا مكون من الماء بنسبة ديال 70%. هنا سو كومبيان دو فورم تخوف طون لو دون كويزين، دونك هنا شحال من حالة كنلقاو فيها الماء في المطبخ أو في المنزل. فبطبيعة الحال كنعرفو ثلاثة ديال الحالات، نقدرو نلقاوه يعني بشكل سائل بحال اللي كنخرج لنا من الصنابير اللي كنشربو، فهو ماء سائل في حالة سائلة اللي طالي ليكيد، أولا نقدرو نلقاوه في شكل كلاص اللي طا سوليد يعني متجمد، أولا يعني ملي كيتبخر ملي كنسخنو الماء فهادي لي طا غازو. دونك إل سو تخوف سو فورم دو تخوا إيطا فيزيك، هنا ثلاثة الحالات ديال المادة. هنا لي تخوا زيتا دو لا دو لو او بيان دو لا ماتيغ، لو ماتيغ لان الماء تاهو كتعتبر ماتيغ. عندنا لو اي لا ماتيغ لا بلي ديسبوزي سيغ تيغ الي اليكزيست سو تخوا زيتا او بيان سو تخوا فورم، كاينين ثلاثة ديال الحالات. عندنا لي طا سوليد بحال لي كلاص او لا نيج، الجليد ولا الثلج، في لي طا ليكيد بحال البلوي لي مير لي زوسيون الامطار ولا البحار والمحيطات، فليطا غازو بحال بخار الماء. دونك هادو الحالات اللي كيتواجد فيهم الماء في الطبيعة.
où se trouve l'eau certaine. Donc, on a la question. Donc, on a fait un cadre de la دونك من خلال هذه الصور يبان المصادر اللي نقدروا نلقاو فيها المياه، وفي هذه الحالات ثلاثه نقدروا نلقاو في البحار والمحيطات في الشواطئ في الامطار في المناطق المتجمده في الكلاس في الانهار وبحيرات، ايضا يكون في شكل ثلوج او لف مياه جوفيه اللي كنرمزوا لها بالابار هي لو سوتيري. كنمروا للديابو الثاني، هنا نهضروا على لو سيكل دو لو أو دورة الماء، لأن الماء كيش كيقوم بواحد الدورة غادي نتعرفو عليها في خلال هذه الفقرة هادي. هنا لي سورس دو، نعرفو أولا مصادر ديال المياه. دونك باغمي لي سورس دو لي بليز امبوغتونت نو تخوفون، دونك هنا عندنا مصادر مهمة اللي كيجي من الماء. عندنا أو دو سيرفاس يعني المياه السطحية بحال لي مير لي زوسيون، عندنا لي زو أولا لو سوتيرين بحال كوم لو بوطابل ماء صالح للشرب أولا بحال الماء ديال الآبار، عندنا لا نيج اي غلاس، وعندنا النياج. دونك هادو كلها مصادر اللي يقدر يجينا منها الماء. عندنا واحد ليكزيرسيس اللي فيه مطلوب منا نصنفوا هاد لي موادو على حساب ليطا ديال لو، واش سوليد ليكيد ولا غاز. عندنا لا نيج في ليطا سوليد يعني هي الثلج، عندنا لا بلوي في ليطا ليكيد حالة سائلة، نياج فليطا ليكيد، وغنكون عندنا حتى في الصوليد لان النياج الغيوم تيكون فيه الماء في شكل صلب وحتى السائل، لي زوسيون المحيطات. بالنسبه للافابور دو وبخار الماء اذا فهو حاله غازيه، عندنا غلاس في حاله صلبه جليد، لي ريفيير ولا الانهار في حاله سائله، كما قلنا النياج كاينه حتى في الصوليد. النياج اللي هي الغيوم فهي فيها الماء في شكل صلب وفي نفس الوقت سائل لان فيها واحد التركيبه ديال الماء. وهاد الصوره كتوضح لنا لو سيكل دو بشكل اوضح، شنو الدوره اللي كيتبعها الماء في الطبيعه. غادي نبداوها من لي زوسيون، دونك لو كي سو تروف دون لي زوسيون ميا لي مير كتبقى عليه ليفابوغاسيون ولا التبخر بفعل الحراره ديال الشمس، فكيتحول الى من الحاله السائله للحاله الغازيه، كيولي بخار وكيتصعد للاعلى كيف كنشوف هاد لي فليش اللي هما كيعطيونا واحد الدوره. كتوقع عليه لا كوندونساسيون ولا التكاثف، لان بسبب ان هنا كتكون الحراره منخفضه كيتكاثف كيتجمع في شكل سحب او غيوم، ممكن تساقط في نفس المكان في شكل امطار وترجع للبحر او المحيط، او لا ممكن يوقع عليها واحد لو ترونسفير واحد الانتقال بسبب الرياح يوقع عليها واحد لو ترونسفير. هنا في الاتموسفير تيريستر هنا ايضا غتكون الحراره منخفضه غيوقع عليها ان التكاثف مره اخرى، وممكن تساقط لينا منها سواء دي نيج او بيان دي كلاس او بيان دي بريسيبيتاسيون اللي هي لا بلوي هي الامطار. ممكن تساقط امطار في شكل قطرات الماء وكتمشي في شكل دي رويسيلمون ولا في شكل بحال واحد السيل كينتقل سواء لي لاك البحيرات، او لا تساقط في شكل ثلوج على قمم ديال الجبال. هذيك الثلوج ممكن ايضا يوقع عليها انصهار وتحول سائل وتمشي لنا في هاد لي رويسيلمون وترجع لنا لي لاك، او لا ممكن توقع عليها لانفيلتراسيون اللي هي انها يعني كتدخل للاعماق ديال التربه في الاسفل وكتمشي للمياه الجوفيه كيوقع عليها واحد لي كولمون سوتيرا، يعني كولمون هنا واحد السيل او لا واحد بحال الانهار تحت الارض، يعني هنا تيكون الماء سائل كينتقل ايضا على حسب السهم تيمشي لنا المياه الجوفيه. هاد المياه الجوفيه ممكن ترجع حتى هي للبحار والمحيطات، ممكن تستعملوها وتوصل للآبار حتى الأمطار اللي كانت ممكن تساقط هنايا، فأيضا كتمشي مع لي غويسيلمون كترجع للبحر حتى أيضا الغابات ولا الأشجار، فهي أيضا كيوقع عليها لي فابو ترونسبيراسيون ولا التنفس ديالها، فهي كتنتج لنا بخار الماء اللي توا كيوقع لي تبخر وكيتصعد وكيتجمع لنا مع البخار ديال البحر وكيكمل عاوتاني هذيك الدوره ديال الاتموسفير كيمشي لاتموسفير تيريستر اللي هنا ايضا كامل الاتموسفير تيريستر هنايا، غير في هذه المرتفعات ممكن يوقع عليه يعني يتساقط في شكل ثلوج او ليس في شكل امطار بشكل عادي. وكتكون عندنا هنا الدوره ديال الماء، غيكون عندنا التفصيل ديالها هنايا سيكل دولو. دونك دون لا ناتور لو سوبي بيريوديكمون بشكل دوري، دونك ان سيكل دو ترانسفورماسيون واحد الدوره ديال التحول الفيزيائيه. سو سيكل لا سابيل سيكل دو لو كنسميو سيكل دو لو دوره الماء، اي سا سو في باغ لي ايتاب سيفون هادو المراحل ديالو.
Donc, premièrement, l'eau liquide des océans, des mers, s'évapore sous l'effet de la chaleur du soleil et se transforme en gaz, les vapeurs. Donc, le ma dit le bihar, mahitaj ou le dit l'anhar qui t'abakhar qui ou l'ina bukhar ma. Deuxièmement, en s'élevant dans l'atmosphère, donc la vapeur d'eau se refroidit et se condense en fines gouttelettes d'eau qui forment les nuages. La troisième étape, l'eau retombe sous forme de pluie ou de neige qui se font après. Donc, il y a le royaume qui se fait en amtar ou les cristallouges qui se font en sahar ou qui se font. Quatrièmement, une partie de l'eau des pluies s'infiltre dans le sol et forme les nappes des eaux souterraines ou les nappes phréatiques ou les milieux géophiliques. Cinquièmement, l'autre partie de l'eau de la pluie forme en rivière qui coule dans les mers et les océans. Donc, les milieux qui se sont الأعماق الأرض كتمشي فوق من الأرض بشكل أودية ولا أنهار كترجع للمحيطات والبحار وكنرجعوا ليطاب الأولى باش توقع تاني ليفابوغاسيون وهذا هو لو سيكل دولو. كان عندنا واحد الشيما يعني هادشي اللي تكلمنا عليه. عندنا لي مير ريزوسيون الماء اللي فيهم داكشي درنا بأزرق أنا خدنا اللون الأزرق لهادي الماء كيولي فابور دو كيتحول البخار ماء كتوقع ليه الكوندونساسيون كيولي نياج غيوم. هاد الغيوم يقدر يعطونا بلوي ولا دي نيج. هاد لي نيج كيوليو نماء يقدر توقع ليه لانفيلتراسيون يمشي لو سوتيرين يقدر يمشي في شكل ديال ويسيلمون ولا ديزيكولمون كيمشي لنا لي ريفيير. هاد لي ريفيير كيرجعوا للانهار والمحيطات وكنكون عندنا واحد لو سيكل بهاد الشكل. عندنا اكزيرسيس دابليكاسيون مي اون اوردر لي ديفيرون ايتاب دي سيكل. نحاول نوقفوا الفيديو وتجاوبوا هنا الترتيب ديال هاد لي زيتاب. عندنا لو دو بلوي رويسيل سور لو سول, لو دو مير سي فابور, لو دو نياج تومب سور لا تير, لي ريفيير سو روجيت دون لا مير, لي رويسيلمون سو راسومبل اي فورم لي ريفيير, لا فابور دو سو ليكيفي اي فورم دو نياج. دونك ليتاب الاولى هي لو دو مير سي فابور, الماء ديال البحر كيتبخر. دوزيامون لا فابور دو سو ليكيفي اي فورم دو نياج كيتبرد هذيك البخار كيولي غيوم. ثالثاً لو دو نياج طومب سور لا تير. من بعد لو دو بلوي رويسيل سور سول كيولي يجرينا في الشكل ديال يعني سيل صغير ماشي نهر غير دي رويسيلمون. من بعد خامساً لي رويسيلمون ولا لي رويسيل سو راسومبل فورم لي ريفيير كيشكلوا الانهار. والاخيرا لي ريفيير سو روجيت دون لا مير. هنا ليتيليزاسيون دو لو كنهضروا على الاستعمال ديال الماء شنو كنديروا بالماء. دونك لو هي لو جو ان رول اسونسييل دون لا في هومان او ميان لا في كوتيديان اي ليتيليزي دون دي نومبرو دومين نوتام كيتسال بزاف ديال المجالات. عندنا ليوزاج دوميسيل ولا دوميستيك ني استعمال منزلي كنستعملو بور بوار بور سو لافي ولا بور كوزيني الشرب في الغسل الاستحمام مثلا في لا كوزيني في الطبخ pour cuisiner. عندنا دومين اغريكولتور يعني في الدومين ديال ومجال الفلاحه. عندنا لاغوزاج يعني السقي. دومين اندستريال في مجال الصناعه برودكسيون ديال الكتريسيتي في انتاج الكهرباء, برودكسيون دو ماتيريو اندستريال ولا برودكسيون دي ماتيريو اليمونتير في انتاج المواد الغذائيه. عندنا لو دومين ماريتين يعني في المجال البحري سواء في ترونسبور ماريتين اي فليفيال. دونك هنا كنستعملو ايضا في المجال الاخر هو مجال ديال المجال البحري لان البحر فيه الماء. اذا فهذا ايضا استعمال ديال الماء. كنقصدوش الماء غير نسمعو الماء يمشي بيننا غير مع الماء اللي كنشربو. فالماء كنهضرو على الماء كامل اللي كاين في كوكب الارض سواء المالح ولا العذب. عندنا نوتخ اكزيرسيس عندنا كيل سون لي ديفيرون ايطا دو لا ماتيير. دونك عندنا 3 ايطا دو لا ماتيير و 3 ايطا. عندنا ايطا سوليد حاله صلبه, ايطا ليكيد حاله سائله, و ايطا غازو حاله غازيه. دوزيام كيستيون جو دو غولي بار لي تري لي كاز كي كوريسبون. دونك عندنا التبخر التكاثف الانصهار. عندنا سوليد ا ليكيد غاز ا ليكيد دو ليكيد ان غاز. دونك عندنا التبخر هو من ليكيد الغاز, التكاثف من غاز ليكيد, والانصهار من سوليد ليكيد. عندنا اخر حاجه هي الملاحظه. بور سا سيرفي لوم ا بوزوان دو دوس اور الي مينوريتير
بارابور او زو صالي دونك هنا الانسان ماشي يعيش خاص هو في حاجه اللي المياه العذبه اللي هي النسبه ديالها قلنا 0.8% نسبه ضعيفه ضعيفه بزاف. دونك لي ريزيرف دو دوس سون دونك تري امبورطونت اي دواف اتر بروتيجي. خصنا نحميو هاد المصادر ديال المياه العذبه لانها قليله وحنا محتاجينها باش نقوي يعني على قيد الحياه. غنقول لكم من هذا الدرس الاول راه كاين يعني فلاشين كاين دي سيري في هذا الدرس نحطهم لكم في الاسفل في الوصف اللي بغى يخدم هاد لي سيري هادو وحتى معاهم حتى تصحيح. تلقاو ان شاء الله في الدرس الثاني.